الو، ايه يا ابني؟ يا ابني ربح انترنت ايه يا ابني؟ الحقيقي يا ابني ده كلام فاضي الناس بتعمله عشان ايه؟ اللي هو مثلا لو هو قاعد فترة طويلة على النت وكده يقول لك ده انا شغال على النت وبجيب فلوس وبتاع. كلام فاضي يا ابني، موضوع ربح الانترنت ده مش حقيقي اصلا، مفيش حد بيكسب من النت. الكلام ده بجد يا ابني والله العظيم، بص اقسم بالله موضوع ربح الانترنت ده عمره ما كان حقيقي، والناس ده لا الموضوع ده كلام فاضي. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. ان شاء الله في حلقه النهارده اوريكم بس اثبات للربح اللي انا قلت لكم عليه قبل كده في حلقه. فانا مش جاي اجيب كلام من جيبي، ولا اجيب كلام من بيتنا، ولا اجيب كلام من الشارع، لا انا اجيب كلام اللي انا قلته قبل كده. الفيديو فين؟ ثانيه واحده. الربح من الانترنت، المهم يعني هتلاقي صوره الفيديو قدامكم حالا. ده الفيديو اللي انا اتكلمت فيه، الربح من ادسنس للمبتدئين مضمونه وبشكل دائم، ظهرت ارباحي كاثبات. ده ظهرت ارباحي كاثبات، ده اللي هي ايه؟ كليك بيت كده. بس انا فعلا ظهرت ارباحي في وقتها، وحتى الصوره المصغره بتاعت الفيديو ده انا كنت ظاهر ارباحي فيها، ان انا كسبت فلوس من ادسنس بشكل كويس جدا. والموضوع دائم، ده بجد حقيقي الموضوع دائم فعلا، لان انا بكسب شهريا ارقام كويسه جدا من الموضوع ده، وده حاجه كويسه قوي. طيب ايه هو اللي انا عملته؟ وانا مش هقول لك ارجع شوف الفيديو، انا هحاول ارجعك كده بالذكريات. والموضوع يعني مش محتاج ان انا اروح اجيب فلوس من حد او حاجه واجي اصور لك ان انا مثلا كسبت فلوس من ولا دي مثلا تكون فلوس اليوتيوب ولا حاجه، لا انا اوريك اثبات حالا ان دي فلوس انا كسبتها من الموضوع ده بس، من الموضوع ده بس اللي هو اللي انا اتكلمت فيه في الفيديو قبل كده. انصحك جدا انك ترجع تشوف الفيديو ده، وده فعلا اثبات حقيقي يعني. ده انا يعني يا رب بس الفيديو يظبط، ده اثبات حقيقي. ايه هم مصري تمام، بس ده اثبات حقيقي، مش لازم يكونوا دولار على فكره عشان يبقوا ارقام كبيره، بس عادي هم مصري بس مش مشكله تمام. ده اثبات حقيقي للموضوع ده، يعني انا كسبت الموضوع ده بجد، وده اثبات حقيقي لي مش حاجه اكتر من كده تمام. مش حابب يعني اطول. طيب ايه هو الموضوع ده؟ هو موضوع انك تكسب من ادسنس عن طريق الموقع الالكتروني. يعني ايه موضوع الموقع الالكتروني ده، وازاي اعمل موقع الكتروني؟ موضوع تافه جدا يا جماعه. موضوع انك ازاي تعمل موقع الكتروني والدومينات والحوارات دي سهله جدا تمام. انك تكسب موقع الكتروني الموضوع سهل مش صعب، انك تكسب موقع الكتروني الموضوع سهل مش صعب، ولكن الفكره انك تجيب زوار. ازاي اجيب زوار عن طريق للموقع الالكتروني؟ انا عن نفسي كل زياراتي بالاثبات، برده احاول برده احط لك صور اثبات لكل كلمه بقولها، احاول احط لك اثبات ليها عشان ما حدش يشكك في الموضوع، بس مع ان ما حدش بيشكك اصلا. المهم يعني ان كل زياراتي بنسبه 99% من اليوتيوب، من فيديوهاتي على اليوتيوب. يعني مثلا لو الفيديو بيجيب 2000 مشاهده، ففي مثلا 500 بس 500 بيروحوا للمدونه بتاعتي ويبصوا على الروابط ويبصوا على التدوينه، وده رقم يعتبر قليل جدا. 500 ايه 500 ده؟ الرقم ده 500 بس بيخشوا على التدوينه بتاعتك. ايوه، ودي ارقام التدوينات بتاعتي. لو انتوا ملاحظين هتلاقي ان الناس اللي بتخش عندي ارقام قليله جدا. يعني مثلا لو حد مشهور سنه صغيره كمان، او حد يعني عنده متابعين اكتر سنه، او حد مهتم بالموقع بتاعه سنه كمان، هيجيب مثلا في التدوينه الواحده 20,000 30,000. في ناس بتجيب اكتر من 100,000 في التدوينه الواحده في اليوم. يعني ده ارقام كبيره جدا. انا في اليوم ممكن اجيب مثلا 1000 مشاهده 2000 مشاهده يوم ما بتتنطط خالص. ده لان انا مهتم جدا بان انا اجيب زوار عن طريق اليوتيوب بس، ولا مهتم بالسيو بتاع التدوينه، ولا بعرف اكتب تدوينات، ولا اي حاجه من الحاجات دي. يعني مش محتاج الموضوع ده، مش محتاج لا انت تكون بتعرف تكتب تدوينات، ولا انك تعرف تعمل اي حاجه. وكمان اللي انا بقول لك عليه واللي انا قلته في الفيديو، هو انك تكسب عن طريق الفيسبوك، عن طريق انك تنشر منتجات، تنشر اي حاجه مثيره للاهتمام. يعني مثلا اي حاجه بقى، مش لازم منتج على فكره، انا قلت منتجات وده كان مثال. انت ممكن تنشر اخبار رانيا يوسف عادي، الموضوع بيجيب لا عشان الناس بتمسكها لي والله تقول لي انت بتقول فضايح مش عارف ايه. لا ما اقصدش، انا اقصد يعني ان انت ممكن تنشر اي حاجه. انت ممكن تنشر اي، انا ليه حران؟ ليه قاعد في الحر؟ انا مش فاهم. انا اقصد يعني انت ممكن تنشر اي حاجه، ممكن تنشر اخبار، ممكن تنشر اي حاجه، انت فاهم، اي حاجه مثيره للاهتمام، اي حاجه عن ببجي. الايام دي الناس كلها بتتكلم عن ببجي، اي حد عم بيتكلم عن ببجي، حتى الناس يعني عمر عبد الرحيم بتاع الانجليزي يتكلم عن ببجي، ده اصلا ملوش علاقه ببجي تمام. يعني الناس كلها بتجيب ببجي وتحطها في الخلاط، يطلع لك اي حاجه لها علاقه بالمحتوى بتاعه وينشرها وخلاص، انت فاهمني. فاي حاجه عاد بتجيب على الفيسبوك، واي على الفيسبوك اصلا الناس مجانين على الفيسبوك. لو ممكن اي حاجه تتشير، بوست تافه قد كده يخش له 200,000 لايك عادي، انت فاهمني.
فانت ممكن تعمل فلوس من الموضوع ده بشكل مش طبيعي وبشكل يعني رهيب عن طريق جوجل ادسنس. ومش هنخش قوي في تفاصيل انك تشتري حساب ازاي والكلام ده. لو عايزين تفاصيل عن الموضوع ده يا ريت تعمل لايك للفيديو وتقول لي اسفل الفيديو احنا عايزين تفاصيل، عايزين تعرفنا بالتفصيل خطوه خطوه، احنا عايزين نعرف انت عملت ايه بالظبط او الموضوع ده ماشي ازاي بالظبط. تمام، ده اللي انا عايز اعرفه. بس كده، انا مش هطور اكتر من كده. الموضوع زي ما قلت لك انك بس بتنشر روابط مش عارف ايه على الفيسبوك اللي بتنشره بالظبط وبتعمل له اعلان. ويا ريت ترجع تشوف الفيديو، انا شرحت واتكلمت عن الكلام ده بالتفصيل اكتر من كده شويه. بس جاي النهارده اوريك بس ده اثبات ان الفلوس تمام ووصلت وكل حاجه تمام، مفيش اي مشكله خالص. طبعا دي فلوس من جوجل ادسنس، فدي حاجه حقيقيه يعني مش هزار. تمام، برده قدامك حاول، برده احاول يعني اتحايل بشكل ما واحط لك ان انا فعلا الارقام اللي انا كسبتها بالظبط. فيا ريت يا ريت يا ريت الناس ما تعديش الموضوع ده وخلاص. يعني احنا النهارده كان في الشهر، النهارده 24، انا عندي امتحان بكره. بس بغض النظر يعني لازم تستفيد من الكام يوم الاخر دول في شهر 12، لان خلاص الموضوع خلص. شهر واحد بيبقى الارباح فيه بتبقى تحت صفر. فيا ريت تركز على اخر 10 ايام، 10 ايام اخر اسبوع تقريبا، اسبوع بالظبط شهر 12. فيا ريت تركز قوي في الحته دي. وبس كده، برده مره ثانيه عايزين تعرفوا اكتر وتفاصيل اكتر، اعمل لايك للفيديو، نوصل الفيديو ده ل 500 لايك. ماشي، نوصل الفيديو 500 لايك وعشان اقدر اقول لكم تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. وحاجه ثانيه، قول لي في الكومنتات، عايزك بس تعرفني في الكومنتات ان انت عايز حلقات اكتر عن الموضوع ده، عايز حلقات بالتفاصيل بالظبط عن الموضوع ده. بس كده، شكرا جدا لك على مشاهده الفيديو ده للاخر. ما تنساش توصل الفيديو 500 لايك عشان نعمل حلقه ثانيه. وبس كده، شكرا جدا لك على مشاهده الفيديو ده للاخر مره ثانيه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ولو عجبكم الوضعيه اللي انا قاعد فيها دي يا ريت تقول لي برده في الكومنتات. بس كده، سلام.